محاصصة طائفية تعيد نفسها في العراق على صعيد السياسة، فلا شيء تغير منذ اول انتخابات فرض قوانينها الاحتلال الامريكي، فبدت كانها متاهة لا خروج منها على المدى المنظور. حزب الدعوة الحاكم يعلنها على لسان رئيس كتلته في البرلمان علي الاديب قائلا ان منصب رئاسة الوزراء هو لنا حصرا فلا تحلموا به مخاطبا شركائه السياسيين. الأديب وصف الأحاديث المتداولة عن خروج منصب رئاسة الحكومة من قبضة حزب الدعوة بالأمنيات والرغبات التي لا يمكن الركون إليها. كلمات تعيد إلى الأذهان الخطاب الشهير للمالكي عام 2010 مخاطبا نفس الشركاء. هو يقدر هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد الاديب برر قوله بان الحديث عن خروج رئاسه الحكومه من قبضه حزبه تندرج ضمن تنافس سلطوي وليس تنافسا على البرامج الانتخابيه فالحزب الذي يحكم العراق منذ 2006 يخشى التنافس السلطوي ولا يخشى التنافس من خلال برامج انتخابية حقيقية كونها لم تتعد صور المرشحين المنتشرة في شوارع العراق ويبدو ان مبدا جذب الناخب من خلال برامج انتخابيه ليس ضمن اجندات الحزب باعتباره مطمئن لاحتكار منصب رئاسه الحكومه وفقا لمبدا المحاصصه المعمول به وهو ما يعني ان الصراع بين قاده الدعوه ونظرائهم في ميليشيا الحشد على رئاسه الحكومه ستكون على اوجها بعد الانتخابات المقبله. وفي خضم هذا الصراع تنشر صحيفه اي البريطانيه تقريرا لها توقعت فيه ان تتاخر مساله تشكيل الحكومه بعد الانتخابات بسبب انقسام اصوات الناخبين وليس كما جرت العاده في الانتخابات السابقه. تقرير الصحيفه اشار الى ان الكثير من العراقيين انتخبوا المرشحين على اساس انتمائهم الطائفي من دون ادنى تفكير الا انهم اليوم قرروا الوقوف ضد الحكومه بمسؤوليها. الذين فشلوا فشلا ذريعا في اعمار البنى التحتيه المتهالكه وايجاد وظائف جديده وانهاء العنف والموت المستمر في العراق